بص على اي حاجه تنفع للدايت. هراعي الواقعيه وهدخل ماك. طبعا استهبال. فين الكيس ده؟ اقعد فكر كده ده بتاع ايه؟ حاول ابقى قيسه. طيب مصفرين ميزاننا. ساندوتش لطيف، طعمه حلو. طعمها حلو، ممكن تبقى شويه مقلحفه. طعم الكاكاو فيها حلو قوي. فدي الاختيارات اللي لقيتها اراوند الرحاب، الطفهم كم قيم غذائيه. وانا راجع من الشغل كده وعلى الطريق والدنيا فاضيه، والساعه كام؟ الساعه 8:23 دقيقه. جات لي فكره فيديو علشان كل الشباب اللي معايا اللي بيبقوا الصبح رايحين شغلهم ما لحقوش يجهزوا الفطار. قلت هعدي على كل البنزينات اللي في طريقي وانا رايح للرحاب، هجرب ايه الحاجات اللي ممكن تبقى دايت فريندلي، وهنشوف بقى الحاجات دي قارن بقى من ناحيه السعر والجوده ودايت فريندلي ولا لا، وهنقارن في حاجات كتير. فايه ابقوا معنا. طيب الساعه 9 الا تلت دلوقتي، واهم سبوتايه في الرحاب واكبر سبوتايه في الرحاب دلوقتي حاليا هي تشيل اوت الرحاب. هراعي الواقعيه وهدخل ماك اشوف هل التشيكن سيزر سالاد موجوده دلوقتي ولا هيقول لي بقى منيو فطار وبتاع بعد الساعه 12. مساء الخير. مساء النور. في تشيكن سيزر سالاد دلوقتي؟ لا هي بتبقى بعد الساعه 12. ماشي شكرا. طيب يا شباب بعد ما محاوله ماك فشلت هنبص كده هنلاقي ايه. هارديز، سلطانه، حاج عرفه قافل، كان ممكن ناخد شويه مكسرات بس لا، كي اف سي، ويجي بقى ايه المنقذ في الحاجات اللي زي دي سيركل كي. طبعا استهبال، يعني هتيجي تاخد 2 بروتين بار هتلاقي الواحده ب 40 جنيه، ريد بول شوجر فري هتلاقيه ب 34 جنيه، يعني انت لا تاخد واحده واحده، يعني هتلاقي نفسك دافع 74 جنيه. مش فورث قوي ان انت تدفع مبلغ زي ده في فطار، ومش اي حد يقدر يعمل كده. فطبعا ايه احنا بنرشح الترشيد وان انت تعمل وجباتك قبل ما تنزل، ده افضل كتير. هنشوف بقى طعمهم بس بعد ما نجيب باقي الحاجات اللي ممكن نفطر بيها من اي مكان. طيب يا شباب محطتنا الجايه على بنزينه امارات مصر اللي هي بعد بوابه 19. طيب واحنا ماشيين كده شايفين الكيس ده، اقعد فكر كده ده بتاع ايه، عشان في نهايه الفيديو هقول لك كيس اللطيف ده. ده مش كيس بودره ولا كوكايين ولا حاجه، ده كيس حاجه مهمه جدا هنتكلم عليها في اخر الفيديو. بنزينة امارات مصر هتلاقي بقى ماكس برجرز، طبعا ايه سكيب الكلام ده، وبابا جونز، اجري اهرب اهرب. تمام كده ايه بنزينة امارات مصر شوب نفسه بتاعها وكوفي لاب. ببص على اي حاجة تنفع للدايت، ممكن اخد ده واخد الواحدة تونة. بس كده. طيب جبنا سلطة التونة شكلها بصراحة لطيف، 75 جنيه برضو. معرفش ايه موضوع 75 جنيه بقى عشان تفطر انت كده، بسم الله الرحمن الرحيم نازل لك 75 جنيه. جاب لي الساندوتش وبرضو ما شالش الجبنة. حد هيقول لي بقى انت ليه عايز تشيل الجبنة، ما الجبنة الشيدر والحاجات دي قشطة بتبقى تمام هيلثي وممكن تدخل في البلان. لما بتيجي تاخد حاجة من الشارع المفروض ان انت تختار حاجة اقل كالوريز علشان ما تضيعش الكالوريز بتاعت اليوم بتاعك. كنت همشي من غير ما ادخل الكوفي لاب، فهنزل كده سريعا شوف الكوفي لاب بيقول ايه. صح اي حاجه تنفع على الدايت، اي حاجه فيها عيش بني او اي حاجه كده. بيجر ده شكرا. حاول ابقى قيسه، ما عندهمش اي شيء. اول حاجه ملاحظه اول ما ادخل البيت واحد مستنيني كده، حموده عامل ايه؟ رافين حمود مودي لطيف. حمود عامل ايه يا اسطى؟ كاتك جايب لك سلطه التونه ايه؟ تيجي تاكل معايا للصبح وانت تعالى. دي مش بتحب تتلعب زي التين. طيب يا شباب الاثنين بروتين بار، ريد بول شوجر فري، سلطه التونه، والساندوتش اللطيف ده، عصير البرتقال اللي مش هنشربه ننساه. وتعالى نتكلم عن كل حاجه لوحدها. لو جبنا واحده من دي مع واحده من دي هيبقوا 75 جنيه، ده لوحده 75 جنيه وده لوحده 75 جنيه. على القيم الغذائيه 30 جرام بروتين، 12 جرام كارب، 204 كالوري. دي عشان نحسب حسبتها هتبقى معقده شويه ولازم نجيب ميزان، فهنجيب ميزان ونفصصها دلوقتي حالا. ودي برضو هنجيب ميزان، ده حمودي برضو ممكن نشوف متوسط فيه كام، انت فيك جنب جرام بروتين. يلا خد يلا تعالى يلا يلا ماشي. طيب مصفرين ميزاننا نروح حاطين
الشيء ده حوالي 400 جرام. اتوقع منهم يبقوا 100 جرام تونه والباقي كله خضار. 100 جرام تونه يعني هتلاقي فيها 30 جرام بروتين. اقول السويت كورن ده فيه شويه كارب مثلا يعملوا لهم حوالي 15 جرام كارب، وسع يا ابني. باقي الخضار كارب نيجليجابل، يعني تقريبا دي ممكن تلاقيها نفس القيم الغذائيه للبروتين بار، ازيد منها حاجه بسيطه مفيش مشكله، ولكن هتبقى حاجه لطيفه ومشبعه جدا عن البروتين بار. نشوف الشيء التاني ده ونوزن كل حاجه فيه بقى لوحدها. اول حاجه هنوزن كله على بعضه حوالي 190 جرام. انا اتوقع ان العيش لوحده يبقى 80 جرام. تعالى نجرده من الاشياء الداخليه. اقسم بالله فنان. 88 جرام زي ما قلت بالظبط، يعني حوالي 180 كالوري الى 200 كالوري. كارب عالي يعني، ده لوحده كارب قد البروتين بار مثلا. سيبني يا ابني فلوج يا ابني براحتي يا ابني. حطينا الجبنه الشيدر اللي حمودي هيموت عليها دلوقتي، فيها حوالي 20 جرام جبنه شيدر من 187 ل 107. حط بقى باقي الايه؟ التركي. في بالظبط 60 جرام تركي مثلا. هنعمل بقى سندوتش تاني نبنيه وناكله ونشوف. طيب بنينا سندوتش من تاني، حمودي هيتجنن عليه. خلينا نشوف طعمه لطيف ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. سندوتش لطيف، طعمه حلو. اظن لو اتسخن كان هيبقى احلى. الجبنه طعمها لطيف قوي، بس العيش مغطي على كل حاجه. طبقه العيش سميكه قوي. هنكتب سعرات السندوتش ده على الشاشه، اللي اتوقع هتبقى دبل اي حاجه من الحاجات دي. سلطه التونه من غير الدريسنج طبعا مردومه خاص، عشان كده ده الكالوريز بتاعتها قليله. حاجه حلوه ليك كدايت. طعمها حلو، ممكن تبقى شويه مقلحفه. معنى كلمه مقلحفه يعني مش جوسي من الاخر يعني. تعالى نحط الصوص ده نشوف ده. مايونيز، هنجربها بالمايونيز ونشوف. الطف كتير بالدريسنج بتاع المايونيز ولا ده رانش مش عارف، بس طعم حلو. اكتر حاجه في الكلام ده كله دايت فريندلي هي دي. تمام، نفس الساعه. طعمها مش وحش قوي، بس الاختيار بالنسبه لي كدايت دي الاختيار الامثل في كل الهرطقه دي. طبعا البروتين بارز بقى دي المعشوقه، كنا عاملين عليها ريفيوز قبل كده، ولكن خلينا نقارن ما بين تي في ان، انا ما قارنتش ما بين تي في ان قبل كده وما بين لايت بايت. طيب بالنسبه للباكجنج الاثنين شكلهم لطيف، والاثنين طابعين على الورقه الداخليه. خلي بالك دي بتكلف اكتر. فتعالى نوزن كل بروتين بار على الميزان عامله قد ايه. دي تي في ان يعني دي حوالي 65 جرام. دي لايت بايت اكتر حوالي 7 جرام. لو حطينا شكل الاثنين جنب بعض كده الاثنين تقريبا يعني فروقات بسيطه، بس الشوكولاته بتاعتها هنا افتح شكلها بتاع تي في ان. دي الشوكولاته داركر شويه. تعالوا ندوق بتاعت تي في ان الاول من الداخل. طعم الكاكاو فيها حلو قوي. كالوريز اقل، بروتين اعلى، كاربس اقل. كدايت فريندلي دي اقيم، ليها افتر تيست سيكا رخم، بس اوفرول حلوه. اللايت بايت عارفها وبحبها. دي من الداخل. طعم البندق حلو قوي، فيها قطع بندق، فمن دي طعم احلى. تي في ان اطرى شويه، ولكن الاثنين اكسبيرينس حلوه، لطاف الاثنين بالنسبه لي. كنيوتريشن فاكتس ودايت فريندلي اكتر هتبقى تي في ان. الواحده من الاثنين ب 40 جنيه في تشيل اوت، ممكن تلاقيها في اماكن ثانيه سعرها ارخص. وفي النهايه لو انت صاحي زي كده وراجع من شغلك الصبح او رايح شغلك الصبح والدنيا معشوقه معاك ومش عارف تجهز وجباتك، فدي الاختيارات اللي لقيتها اراوند الرحاب. الطفهم كقيم غذائيه وسعر هي سلطه التونه. يجي بعديها بروتين بار تي في ان، يجي بعديها بروتين بار لايت بايت، يجي بعديها الساندوتش اللطيف ده. الاسعار 75 40 40 75. طيب فاكرين الكيس ده بقى اللي انا وريته لكم كده في نص الحلقه؟ الكيس ده هو المفاجاه والحل السحري للقصه اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي كلها. ده منتج من شركه بالانس تبع نيوتري فيتس. المنتج ده 210 كالوري، 25 جرام بروتين، 25 جرام كارب. وجبه قبل التمرين سحريه تاخدها وانت لو في شغلك، هتشبعك جدا لانها بتعمل زي البودنج كده زي ما في الصوره، بيبقى مشبع قوي، بيتخفف بميه وبيتعمل في طبق في اي مكان. لو انت بقى عايز تاثر على نفسك وتوفر ال 75 جنيهات اللي انت بتدفعها دي، المنتج ده فظيع من شركه نيوتري فيتس، هسيب لكم اللينك تحت. ولو عايز توفر على نفسك القصه دي فده الحل الامثل ليك. شكرا، كان معكم دايت اند تشيت. باي باي.